كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جينا نحضروا معكم واحد الكيكه، تيقول لها كيكه الشموع، كيكه الرومانسيه، سميوها اللي بغيتو. المهم نتوما غتشوفوا هاد الكيكه وغاد ضروري ضروري غتبغيو تجربوها. انا عجبتني وشتها عند جارتي عجبتني، بغيت نشاركها معكم. المهم دوزوا المقادير بلا ما نطول عليكم. فيها جوج بيضات، كيكه عاديه ولكن نرى الزواق ديالها اللي غيكون مختلف. فيها جوج بيضات، كاس سنيده ما عامرش، كاس زيت ما عامرش، هذا نسكافي، كاس معلقه كبيره، في نص ربع كاس تقريبا، ماشي نص كاس، فيت نص كاس على الماء. طحين حسب الخليط، كاكاو، جوج خمارات، حدا فانيا، ها هي هادشي الكيكه. وغنديز معاكم لا كريم ديالها، فيها 4 بيرلي، فيها واحد الساشيه ديال النيدو، فيها 4 الفرماجات، فيها هاد الغليق هما الابطال اللي غنديروا بهم هذاك الزواق فوقاني، وواحد الحبه تاع القرنفل. نتمنى يكون المقادير مضبوطه وخديتوها مزيان. ننتقلوا دابا للطريقه. بسم الله، غنديروا البيض في اناء، جوج بيضات. ثقونا البنات جربوها ما تندموش، منظر ومذاق وكلشي. المهم غنديروا البيض، ضروري المربيطه كنستعملوا السنيده. معطرات اليدوي، نفربوا البيض والسنيده ونزيد عليهم الزيت. كيكه عاديه الزواق اللي غتختلف. نزيد الزيت ونزيد القهوه، ومن معلقه تاع القهوه نسكافي دايبه في الماء، كاس ما عامرش. نزيدو القهوة على داك البيض مع سنيدة مع الزيت، ونطربو. حنا معاكم مرحلة مرحلة، مقطعناش لا فيديو تشوفو نتوما على خاطر خاطركم. نزيدو واحد المعلقة معالق كبار ديال الكاكاو المر، هذا ماشي حلو الكاكاو المر، شوف اللون ديالو كيدير. نزيدو الطحين دابا بريجين مع التغربي، الطحين ديما كنقولو حسب الخليط، حيت كاين الانواع تاع الطحين اللي كيشرب وكاين الانواع اللي ما كيشربوش. حنا ما غنديروهاش ديما الكيكه ما كتبغيش تكون زعما ثقيله بزاف، نحاولوا قد ما خفنا مزيان. ها انتم حنايا حنا معكم مرحله مرحله، ما قطعناش، تشوفوا على خاطركم وتصدقونا البنات راه غتعجبكم، حيت المقادير اللي فيها زوينه مع القهوه مع كاكاو مع هاد اللي غنديروا ليها لا كريم اللي فوق منها بهذا. المهم انتم غتشوفوا، ما نحرقوش حنايا المفاجاه ديالكم. نبقاو غادي على الطريقه، على الطريقه تنوصلوا السمك اللي بغينا ديال الكيكه ونحبسوا. ها انتم السمك ديالها، نقرب عليكم شوفوا انتم ما عاقده مجاريه صافي. دابا غنزيدو جوج خمارات، ضروري غنغربلوهم في المصفات مع واحد المعلقه ديال جوج معالق الفورص تقريبا. هانتوما والكيكه اللي كتكون فيها الكاكاو راه دغيا كتنشف البنات، ردوا البال احسن الكاكاو كينشف. المهم جوج خمارات مع واحد جوج معالق تاع الفورص غربلناهم، وحنا غنزيدوهم مع داك الخليط مع التحريك
طراب اليدوي هانتوما. نتمنى التصوير يكون واضح. صافي غنبقاو على هذه الطريقه، تحل حركوها ونديرها في المول وندخلها في الفران. الفران طبيعه الحال شعلناه على درجه الحراره 180. المهم حنا حضرنا المول ديالنا ضروري، المول كندهنوه بالزبيده وكنرشوا بالطحين وكنصوصوا الفائت تاع الطحين. دابا غنديروا المحتوى ديالنا، ها هو الكيكه ديالنا الخليط، وندخلوها الفران. ديال السنيده، وعندنا معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، وعندنا طروفه ديال الشوكولات، وكاس ما عامرش على الماء. دابا غنديروا السيرو نحضروا به باش غنسقيو به الكيكه ملي تخرج من الفران. المهم حنا درنا على البوطه تيذوبوا داك الشوكولات وينسجموا العناصر وداك السكر يولي بحال السيرو باش نسقيو به الكيكه ملي نخرجها من الفران. وهانتوما معانا المهم الكيكه ديالنا، خرجناها من الفران طري على هذا الشكل. ها السيرو ديالنا، يعني الشربات السيرو بالفرنسيه، وكيقولوا الناس الشرقيه كيقولوا السيرو. المهم السيرو ديالنا اللي قلنا فيه السكر ومعلقه تاع قهوه سريعه الذوبان والشوكولا، احنا غنسقيو به دابا الكيكه ديالنا. ها انتوما بسم الله غنبقاو متبعين هذه المرحله تاع السقوه، نسقيو مزيان. نحاولوا نوزعوا الشربات ولا السيرو على الكيكه كلها باش كتجي رطبه، ونتمنى تجربوها وتردوا عليا كومونتير تعاليق. ما نعاود لكمش على واحد الريحه طالعه دابا تاع الشوكولات مع القهوه سريعه الذوبان. المهم غنشوقكم لهاد الكيكه تجربوها بزز منكم. ابا ابا من ابا. المهم حنا غنحضروا معكم لاكريم اللي غتكون فوق هاد الكيكه. عندنا اربعه فرماجات يعني مثلثات تاع الجبن، اربع قطع، وغنزيدو معاهم حليب مجفف يعني بوزن 60 غرام، يعني كاس العنبه عامر. حنا وزننا لقينا كاس العنبه. المهم غنزيدو هاد بيرلي يعني يوغورت كريمي سنيده، واحد جوج معالق سنيده على هذوك اربع قطع ديال الجبن عادي. تيقول يا البنات الواحد اللي بدا غتكون في هذا الكيكه طاق كي حبيتو شكلا ومذاقا، نتمنى تجربوها. نزيدو على ديك الساشيه ديال الحليب المجفف يعني نيدو، اي ماركه عندكم تاع الحليب المجفف راه فيها 60 غرام يعني ما يعادل كاس العنبه. احنا عبرناها لقينا فيها كاس العنبه، احنا ديجا درناها لقينا فيها كاس العنبه. المهم اللي عنده زعما الحليب في الدار يوزن كاس. نزيد على هذوك ليكور يعني الزبادي يعني دانون يعني سميو اللي بغيتو. اربع كؤوس احنا ما قطعناش لا فيديو باش تكونوا نتوما تاخذوا معنا المقادير مضبوطه وتشوقوا باش تصايبوا هاد الكيكه. وها نتوما معنا. يلا نبقاو نخلطوا هذوك
حليب مجفف على داك اربع قطع تاع الجبن على جوج كؤوس ديال الزبادي يعني ايغور، وغنزيد اخرين جوج اخرين تاع اربعه كؤوس. المهم حنايا زدنا دوك ربعه الكؤوس ديال الكورت يعني الزبادي مع التحريك المستمر حتى كيذوبوا هذوك ربع القطع تاع الجبن يعني الفرماجات حتى معكناهم مزيان، وغنزيد عليهم واحد الساشي ديال الفاني. هذا هو لا كريم اللي غنديروه فوق من هذيك الكيكه. المهم عندك لا كريم اللي تحصلنا عليه حنا غنديروها في كل كيكه على وجه الكيكه. هانتوما غنسرحوها فوق هو الكيكه وغندخلوها الفران البنات باش ماشي طيب غير باش يوقف هذاك لا كريم. راه درنا باقا الفران شاعل دابا من الفوق ديال هاد الكيكه، العافيه غتكون على الفوق. ها انتما نسرحوا داك لا كريم اللي حصلنا عليه على وجه على سطح الكيكه وندخلها الفران. نحسوا بلا كريم شويه وقف نخرجوها. المهم انتما معنا ما نفلتوا لكم حتى مقطع تو كان. ها هي من بعد ما درنا لا كريم وسرحنا مزيان على وجه ديال الكيكه حنا غندخلوها الفران. هاي دخلنا الفران وانتم معنا غتشوفوا كيفاش غيرنا غير خلينا العافيه على الفوق ديالها. هانتوما الجهد اللي غيقصح شويه داك لا كريم ونخرجوها. المهم ملي جبدنا الكيكه من الفران خصك تقلبيها هكايا، الا لقيتها نشفات صافي صافي هذا هو الجهد تخرجيها. دابا المهمة ديال هاد غطاء الإنينة ولا القرعة ولا المهم حنا كنغلايق ديال المناضة ولا سيدي علي ولا اللي عندك، ها المهمة ديال تما تخدم. دابا حنا غنديرهم ونزوقو بهم الوجه تاع الكيكة على الطريقة، ونبقاو غادي مستمرين على هكايا. ايوا من بعد غنديروا غنرشوا عليهم الكاكاو المر. المهم انتم معنا مرحله مرحله تشوفوا كيفاش غتخرج هاد الزين ديال هاد الكيكه من بعد ما درنا داك الغلاقات على وجه الكيكه. غندير الكاكاو في مصفات وغنبقاو غادي متبعين على داك بحال هكايا. انتم كتشوفوا البنات الوجه كله تاع لاطارت تاع الكيكه، بقاو غادي مستمرين حتى يولي لنا الوجه ديال الكيكه اسود بالكاكاو. غادي مستمرين هكايا حتى نكمل كلشي. بقينا مستمرين حتى دهنا زعما رشينا سطح الكيكه كلها بالكاكاو. هانتوما غتشوفوا هانتوما دابا ما بقى لينا دابا غنحيدوا الغلايق وتشوفوا الشكل النهائي باذن الله. هانتوما البنات هذا كنسميوه كيكة الشموع. تيكون البنات كتجي المنظر والشكل والمذاق عرفتي داك لاكخيم اللي فيه الفرماج وفيه كيدير المالح مع الحلو وما نعاود لكمش. المهم جربوها نتوما مش خاسرين وردوا لنا الكومونتينات زوينين. ايوا بالصحة والراحة نتمنى يعجبكم. وزوقنا القلب ديال هذاك الشمعه بالقرنفل هانتوما بحال الفتيله زعما كاينه ديال الشمعه. ايوا ما تنساوناش من الدعم والاشتراك والمشاهده الكامله والبصمه والبصمه ثم البصم. علاش كتنساو البصمات؟ والصحه والراحه راه بكم. حنا واصلين لهاد لهاد الوقت وباقين مستمرين بكم نتوما المشاهد اللي كيشاهدنا
وباغي لينا الاستمرارية، حنا واصلين دابا معاكم. ها هو الشكل النهائي ديالها، حنا غنديروها في التفصيل وغتشوفوها. حيدوها من المول ونتلاقاو. ايوا ها الشكل النهائي ديال الكيكة ديالنا، شوفوا شوفوا كيفاش كتجي والمذاق خلاص. المهم غير جربوها وردوا علينا الخبار.